السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء. اليوم بمشيئة الله سوف نبدأ في المحاضرة الخامسة في مادة مبادئ الكيمياء العضوية. آخر نقطة كانت اللي هي التابوكس اللي تأخذ في محاضراتنا السابقة، وبعض اللي هي أمثلة على الحمض الكربوكسيل. اليوم في المحاضرة الخامسة بإذن الله تعالى هناخد بعض مشتقات الحمض الكربوكسيل. طبعا كنت عارفين إنه مجموعة الوظيفين من الكربوكسيل، وخدنا أمثلة على الحمض الكربوكسيل منها الفاتي ومنها الكربوكسيل. طبعا هذا كان اسمه التامر اسيد بالكامون بالايوبايت نيم عفوا، او اسيتيك اسيد بالكامون نيم. ايضا كحولات البروماتيد مثل البنزويك اسيد اللي هو حامل البنزويك. وايضا اتطرقنا في المحاضره السابقه الى بعض خواص الحمض الكربوكسيليين، منها على درجة منها على سبيل المثال الايسومرز، ومنها على سبيل المثال درجة الغليان. وقلنا في المحاضرة السابقة درجة غليان الحمض الكربوكسيليين مرتفعة مقارنة بالكحولات. طبعا لماذا؟ لأنها تحتوي على رابطتي هيدروجين، والرابطة الهيدروجينية هنا تؤدي إلى ارتفاع درجة الغليان. عندنا في صفحة 1079 اللي هي some derivatives of carbonic acid، بعض مشتقات الحمض الكربوكسيلي، بعض مشتقات الحمض الكربوكسيلي. مثلا R C double bond CL من نوع من المشتقات، R C double bond O R مشتق آخر، ومشتق آخر R C double bond N. ماذا نطبق على هذا المشتق؟ لو نظرنا كيف تكونت هذه المشتقات، كيف تكونت هذه المشتقات؟ لاحظوا هنا، لاحظوا هاي مجموعة الـ OH. عملنا استبدال للـ OH بـ هنا هالوجين، هنا عن طريق تفاعل مع كحولات هنقولها فيما بعد، وهنا عن طريق مجموعة أمين. في الحالة الأولى بنسميها أسيد الكلورايد، الوريدات الأحمر، الوريدات الأسيتايل، هذه يسموها الاسترات، هذه يسموها الاميدات، او ممكن نسميها another name، ممكن نسموها اسايل كلورايد او اسيل كلورايد. هذا استر وهذا اللي هو ايش؟ اميدات. هذه المشتقات سهله جدا، ممكن زي ما احنا ملاحظين الـ OH. طيب لو اجينا مثلا لهذه الامور، كيف يمكن ان تتكون اللي هي الحمض اللي هي اللي عفوا اسيد الكلورايد من اللي هي ايش؟ الحمض الكربوكسيلي. الامر سهل جدا، بسيط جدا، ممكن انا افعلها مع بي سي ال 5، ممكن افعلها. يعني ذكروا في الامثله الاتيه كيفية تكوين كلوريدات الأحمر، كيفية تكوين كلوريدات الأحمر، CH3 مركب اسمه BCl5،
بي سي ال 5 اللي هو فوسفورس بنتا كلورايد اللي هو خامس كلوريد الفوسفور. الان لحظه، انا لو جزأت هذا المركب كالتالي، اخذت منه كلور سي ال تمام، وبي سي ال 3 واخذت منه اللي هو كمان سي تمام. الاو اتش تمام بنطلع تمام سي ال تاتي مكان، فاسم المركب سي اتش 3 سي دبل بوم سي ال زائد الاتش مع السي ال زائد اتش سي ال زائد بي او سي ال 3. اذا انا حصلت على اللي هو اسيد كلورايد، او ممكن نسميه بالاسم الشائع او الكومن نيم كلورايد الاسيتايل او كلوريد الاسيتايل كلوريد كريستايل. اذا ممكن احنا نحصل على كلوريد الاسيتايل من اللي هو ايش؟ الحمض الكربوكسيلي تمام. طيب في هذه الحاله لو انا خلصت من هذه الجزئيه، كيف ممكن احصل على الاستر؟ كيف ممكن احصل على الاستر؟ قبل ما احصل على الاستر بقيت كمان مره، حمض الاسيتيك يتفاعل مع البي سي ال 5 نحصل على كلوريد الاسيتايل وتخرج المعادله اس سي ال زائد بي او سي ال 2. هذا اول نقطه في اللي هو مشتقات الحمض الكربوكسيلي تمام. الان ننتقل الى نقطه اخرى، مشتق اخر اللي هو الاسترات. What we mean by esters؟ What we mean by esters؟ طبعا esters اللي هي the resultant the reaction of carboxylic acid and alcohols، هي عملية تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع الكحول. والاسترات لها رائحة مميزة وتستخدم كمكسبات الطعم ونكهات فليفرز ريجنس، وجميع المأكولات أو المشروبات هي عبارة عن استرز اللي نشوفها في الأسواق مثلا الليبن العصير أو ما شابه، تكسب اللي هو فليفرز أو نكهات الاسترز. نشوف كيف يتكون الاسترز تمام. الآن ننتقل إلى استرز النقطة الثانية اللي هي الاسترات R C double bond O R تمام. الاسترات زي ما عملنا في التعريف أو عرفنا إنه الاسترات هي عبارة عن تفاعل الحمض الكربوكسيلية مع مين؟ مع الكحولات. الأمر بسيط جدا، في وجود مادة عشان يكون التفاعل في نفس الاتجاه يجب ان يكون هناك كاتاليست. هنا نستخدم كاتاليست اللي هو H2SO4 concentrated عشان يكون التفاعل في اتجاه واحد اللي هو not irreversible reaction. هناخذ مثال على الديستانس CH3 carboxylic acid OH زائد الايثانول تمام. مثلا بدنا ناخذ الايثانول HO CH2 زي ما قلنا انا عندي اسطر، انا بدي اطرح المي، المي باخذ اللي هي عباره عن احنا كل الشغل على مجموعه الهيدروكسيد بهذا الشكل تمام. اذا هذا بقول ماينس اتش او اتش نفس المي in the presence of H2SO4 concentrated. شوف ماذا يحدث هنا، المركب الناتج CH3 C double bond زي ما احنا O
C2H CH2CH هذا اسمه. ممكن اسميه بالايوارك وممكن اسميه بالكامبير. هذا بسموه اسيتات الايفايل. اسيتات الايفايل او ايفايل ايثانويت. ايفايل ايثانويت. ايفايل ايثانويت. تمام؟ بسموه ايفايل ايثانويت. اذا هنا ممكن احنا نشتق اسمه من اللي هي مجموعه الالكايل ومجموعه اللي هي ايش؟ الحموض الكربوكسيليه. انا عندي ايثانويت وانا عندي ايش؟ ايفايل. ايفايل هي الايفايل. هي الايفايل وهي اللي هي الايثانويت. تمام؟ من الحمض الكربوكسيلي. هذا نوع من انواع الاسترات. مثلا في هناك انواع اخرى وامثله موجوده في الكتاب. على سبيل المثال على سبيل المثال طيب عندنا سي اتش 3 سي دبل بون او على طول نشوف ماذا نسميها ونرى ماذا نسمي الاخر في دربهم او طبعا انا حطرح عليكم السؤال بعد الاسم نشوف انتم بتقدروا تعملوا هذا المركب او هذا المركب. هذا المركب بسموه فينايل اسيتيت. فينايل اكتب القلم مش واضح اكتب قلم اخر فينايل اسيتيت هذا يسمى فينايل اسيتيت يعني بالعربي اسيتات الفينايل اسيتات الفينايل. طيب المركب الثاني ايش ممكن نسميه؟ ميثايل بنزويت. ميثايل بنزويت. ميثايل بنزويت. ميثايل بنزويت. بدي اطرح عليك السؤال وهذا السؤال مهم. الفينايل اسيتات كيف ممكن نحصل عليه؟ كيف ممكن نحصل عليه؟ How you can obtain phenyl acetate؟ إذا اكتب معادلة write an equation write an equation in order to obtain phenyl acetate. اكتب معادلة للحصول على اللي هي أسيتات الفينايل. نفس الشيء هنا ميثايل بنزويت كيف حصلنا عليه؟ هذا سؤال مطروح هنا. طبعا شوف الحمض وشوف الكحول ومن ثم بنعمل التفاعل الرئيسي اللي احنا ايش اخذناه فيما قبل. اذا هنا نفس السؤال كيف يمكنك الحصول على الميثايل بنزويت؟ كيف يمكنك الحصول على الميثايل بنزويت؟ تمام وضحت الفكرة؟ أعيد كمان مرة. أعيد بالنسبة للإسترات. الإسترات مركبات عضوية ناتجة من تفاعل الحموض الكربوكسيلية مع اللي هو إيش؟ الكحولات عن طريق إخراج جزء من جزيء ما من اللي هو المركب في وجود in the presence of H2SO4 concentrated. عندنا مثال اللي هو الأسيتيك أسيد أو الإيثانويك أسيد مع الإيثانول. طبعا كلكم عارفين لانه كتبناها اكثر من مره عندنا الاسيتيك اسيد او ايثانويك اسيد مع الايثانول in the presence of H2SO4 concentrated نطرح جزيء ميه بيعطينا مركب اسمه استر اسيتات الايثايل او ايثايل ايثانويك. عندنا امثله اخرى للاسترات اللي هي فينال اسيتيت وعندنا اللي هو الايثايل بنزويت. في سؤال بيطرح نفسه كيف تم الحصول على هذا المركب؟ اكتب معادلة بمفردك للتدريب عليها. وهنا نفس الشيء كيف يمكنك الحصول على ميثايل بنزويت؟ اكتب معادلة للحصول على هذه او على هذا الاسترات. واضح؟ تمام. طبعا طبعا الاسترات عندنا سكيدول في صفحة 1080. طبعا
طبعا بعض انواع الاستراد طبعا للعلم فقط من حيث الروائح، يعني هذه مهمه، ليس للعلم فقط عفوا، يعني على الاقل نذكر رائحته مهمه، معرفه اسم الاستر زائد الرائحه الذي يتميز بها اللي هو جدول 27-13، هذا جدول للحكم. مثلا حذكر منها جزئيه فقط. ايزوامايد اسيتيت اللي هو رائحه الموز. ايثايل بيوتريت اللي هو باينابلز، تمام. امايل بيوتريت ابريكوز. اسيتايل اسيتيت اورانج، في طبعا ريحه البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما شابه ذلك. هذه الصفحه طبعا للحكم، تمام. الان ظل عندنا نقطة أخيرة في الاستراد وهي الجزئية اللي هي الواكسز. What we mean by wax؟ اللي هو الشمع، واكس. طبعا الشمع هو عبارة عن نوع من اللي هو ايش؟ واكس ار ايستر اوف فاتي اسيد، هو عبارة عن ايستر للحمول الدهنية والكحولات. Other things like glycerol. Most are derived from long chain fatty acids and long chain of monohydric alcohols. إذا الواكسز أو الشموع هي عبارة عن استرات بس لإيش؟ بالحمول الدهنية طويلة السلسلة وكحولات طويلة السلسلة. على سبيل المثال زي اللي هو الشمع تبع النحل، شمع النحل. هذا فيما يتعلق بالاسترات. نعم. ننتقل إلى نقطة أخرى في الاستراد وهي النقطة الأخيرة، ألا وهي الأميدات، في عفوا مشتقات الحمول الترويسية. الأميدات أو أمايدز اللي R C دبل هون N طبعا هذا H طبعا الأمايدز اللي هي مشتقة من الحمض والأمونيا، في عندنا اللي هي البرايمري والسكندري والتيرشري إلى آخره. على سبيل المثال حنأخذ مثال، عندنا مثلا CH3 C double bond and H2، هذا نسميه أيوه خدنا التسمية بالأمونيا، هذا نسميه بالشائع أسيتاماي أو بالكمونيت عفوا بالأيبر إيثان أمايد أو أسيتاميد. مركب أروماتي مثلا سي دبل بون إتش2 نسميه في هذه الحالة بنزاميد. طبعا هذه الأشكال كلها موجودة في الكتاب، هذه نسميها أسيتاميد. ممكن عندك مركبات أخرى اللي تحتوي على مجموعة ميثايل زي اللي هو موجود ميثايل في الكتاب أندر ميثايل أسيتاميد، تمام. طيب الآن أصبح عندنا نقاط مهمة جدا، ركزوا على النقطة هذه بالنسبة للأميدات، تمام. وبالنسبة للاستراد كيف بنحصل على الأمايد؟ تمام؟ كيف ممكن نحصل على الأمايد؟ لاحظوا الآن، بعيد هذه النقطة كباكج واحد، كان عندي أول شغلة يوريدات الأحمر اللي هي أعطى لها اسم اللي هي أسيد كلورايد. اثنين الاستراد، ثلاثة الأميدات أمايد. هذه كلها مشتقات الحمض الكربوكسيلي. طيب لو أنا طرحت سؤال، قال لك السؤال مبتدئا
بالإيثانول. مبتدئا بالإيثانول. When we start from ethanol, how you can obtain the following compounds? مبتدئا بالإيثانول كيف يمكنك الحصول على المركبات الآتية؟ تمام؟ مثلا هندخل المركب إيثانول CH3 CH2OH هذا إيثانول. الإيثانول يا حبايبي زي ما احنا شايفين بعمل له أوكسيديشن in the presence of K2CR2O7 وسط حامضي نعمل له أوكسيديشن K2CR2O7 بوجود وسط حامضي. طبعا أكسدة الكحولات كلكم عارفين بتعطي حموضة الأكسدة CH3 ودبل بوند أوه. إذا قسمنا على حمض الكربوكسيل تمام؟ من الإيثانول والحمض الكربوكسيلي بقدر أحصل على ماذا؟ من الإيثانول ركزوا معي أنا حصلت من الإيثانول على الحمض الكربوكسيلي بعد ذلك ممكن أحصل على إيه؟ على كلوريد الحمض. يعني أنا النقطة الثانية S 3 C double bond OH زائد BCl5 طبعا بعدين CH3 C double bond Cl زائد HCl زائد BOCl2. إذا أول شغلة حصلت عليه هذا يا شباب حصلت على كلوريد الاحمر هذا هو اول واحد تمام اذا من الايثانول حصلت على كلوريد الاحمر ممكن احصل على استر ممكن جدا ماذا افعل ممكن جدا احصل على استر نقطه ثانيه نيجي الاسيتيك اسيد زائد إيثانول CH3 CH2OH طبعا في وجود H2SO4 concentrated ناقص HOH نحصل على إستر ولا لا؟ ابقى احصل طب يصير مركبي CH3 CWO CH2 CH3 إذا حصلت على إستر إذا حصلت على مرتب إستر ممكن نحصل على أمين كالتالي نحصل على أمين كالتالي يلا CH لا ممكن نجيب الأحمر CH3 في البون OH زائد بتحصل على ايه؟ امين NH3 ناقص H2O بديني CH3 في البون NH2 اذا من مركب واحد انا قدرت احصل على أكثر من مركب حصلت على أهمايت حصلت على إستر حصلت على إيش؟ كلوريدات الأحمر واضح؟ إذا لاحظوا أنا ممكن أعمل أدوات ربط بين المركبات ما هي هذه أدوات الربط؟ إنه أنا عندي إيثانول ممكن من قبل الإيثانول أحصل على شغلة ثانية بس إحنا بدنا نبسطها عليكم إنه عند الإيثانول بعمل أوكسيديشن in the presence of بوتاسيوم دايكروميت we can get ethanol نحصل على ethanol ethanol in the presence of BCl5 we can obtain acid chloride
الشغلة الثالثة اللي هي الإيثانول مع الحمض الكربوكسيلي عفوا مع الإيثانول بنحصل على اللي هي الإستراحة. إذا ربطنا هذه المواضيع كلياتها في موضوع واحد. تمام؟ جميل. هذا كل ما يتعلق ب اللي هي الحمض الكربوكسيلي. طيب ننتقل إلى نقطة جميلة وليست بصعبة ألا وهي التفاعلات الكيميائية بالنسبة لمين؟ للألكانات بالألكينات. هذه التفاعلات ممكن نحن نصنفها إلى تصنيفات معينة كل حسب الآلية اللي هي ممكن نحن نتوقعها أثناء وجود سواء رابطة أحادية أو رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية. هذه التفاعلات نسميها مسميات مختلفة حسب السبب. في عنا أنواع كثيرة من التفاعلات fundamental classes of organic reactions. أول شيء اللي هو substitution reaction. Substitution reaction. What we mean by substitution reaction? Substitution يعني replacement إحلال يعني بنبدل تبديل يعني شغلة مثلا هاي عندي هذا الشكل هاي عندي هاي دابا أعتبر أن هذا مركب إذا هذه اللي تدخل بدل هذه تطلع يعني دخلت أنا مثلا قلم الأحمر قلم الأحمر وهي عندي دابا يأتي القلم الأحمر ويخرج الأزرق هذا بيسموه substitution reaction. طيب في هنا نقطة مهمة جدا في substitution reaction تبقى عليها a substitution reaction an atom or a group of atom attached to carbon atom is removed يعني واحدة remove إيش يعني remove تطلع تخرج and another atom or group of atom takes in place يعني تأخذ مكانه لكن النقطة اللي بعدها أو النقطة اللي بعدها المهمة ركزوا عليها no change occurs in the degree of saturation at the reactive carbon يعني ما بتغير في اللي هو ذرات الكربون منها ما بتغير ما بتغير منها هنأخذ أمثلة على substitution reaction هنأخذ أمثلة على substitution reaction مثلا مثال بسيط جدا دقق على المثال اذا substitution عرفنا كمان مره للطلاب اللي فاتهم الانتباه substitution reaction نعمل removing for atom and another atom will be replaced هناخد مثال مثلا C H زائد Cl2 كلور عندنا هنا يوفي أو ممكن هيت ممكن حرارة Cl هو عبارة عن جزيئ تحول لحالة برية إيش قلنا؟ substitution replacement الحين نعمل removing نعمل إيه؟ removing الـ H ونحط بدالها الـ C نحط بدالها Cl فبيصبح مركبي كالتالي H C H H وهي مين السيال نكتبه بالأحمر عشان تكون واضحة في منا التفاعل طيب C H C فبتصبح هنا C طيب زائد H C واضح؟ وضحت الفكرة؟ إذا عملنا replacement for H with another atom such as chlorine فبصبح مركبي بهذا
الشكل. طبعا هذا المركب نسميه كلورو ميثان. كلورو ميثان مرت عليه التسميه وهو يعتبر من هالجاز الالفا. ممكن نعمل الواصل الريبليسمنت، الواصل الريبليسمنت حتى نستبدل اللي هو جميع ذرات ايه الهيدروجين. يعني الواصل تمام اتش سي سي ال اتش سي زائد اللي هو سي ال سي ال. نعمل كمان عفوا على اتش، نعمل كمان ريبليسمنت فبصير مركبي سي 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 ال سي ال اتش اتش زائد اتش سي. ممكن نواصل كمان عمليه الريبليسمنت. طبعا هذا ايش بنسميه يا شباب؟ ايوه سمعونا، داي كلورو تمام. ممكن نواصل كمان سي عفوا سي تمام سي ال سي ال اتش اتش زائد سي ال سي ال. بنحصل على ماذا بهذا الشكل؟ اتش سي ال سي ال. ايش بتسموه يا شباب؟ 1 2 3 تراي كلورو ميثان زائد اللي هو اتش سي ال. حتى يتم استبدال الجميع سي تمام طبعا مع اتش سي ال. لا ما بيمشي مضبوط معنا، خلينا نكتبها هنا شوية عشان في ليمت. أو ممكن ها هذا الشكل سي ال سي ال بيصبح عندي سي سي ال 4 زائد اف سي ال. هذا بنسميه كربون تترا كلورايد او تترا كلورو ميثان تمام. هذا في حالة لما يكون عندنا ذرة واحدة. وضحت الفكرة؟ إذا عرفنا السبستيتيوشن ريأكشن عندنا بنشيل ونحط، يعني يتم حدث هذه الذرة وذرة أخرى تدخل. لاحظوا أن الكربون لم يتأثر ولم يحدث له أي شيء. وضحت الفكرة؟ تمام. ننتقل إلى مثال آخر برضه في عملية السبستيتيوشن. مثلا في جزيء الإيثان، في جزيء الإيثان، في جزيء الإيثان مثلا زائد سي ال سي ال يوفي. طبعا سنشوف بهذا الشكل فبيصبح سي ال زائد اتش سي ال. طبعا يسمى في هذه الحاله اللي هو كلورو ايثان او ايثايل كلورايد. ولكن لما عندنا سكند هيدروجين، لما نضيف لما نعمل ريبليسمنت في ذره الهيدروجين الثانيه تمام، ميكشر تو بوسيبل، يعني حيكون عندي مركبين احتماليه اللي هو ايه المركبين. يعني حنشوف كيف، حنشوف كيف سي 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 ال تمام زائد سي ال سي ال يو بي. هنا ممكن يكون عندي مركبين، يكون عندي مركبين. المركب الاول بهذا الشكل سي سي، نشوف المركب الثاني سي سي سي. لاحظوا بس نوضحها بالقلم الاحمر تمام، سي ال سي ال، والثاني اللي هي سي ال سي ال. الاولاني بنسميه 1 1 داي كلورو ايثان، 1 هاي جاي 1 اللي هي 1 1 داي كلورو، التسميه العاديه تسميه مريدات الالكايل 1 1 داي كلورو ايثان. هذا ايش بنسميه؟ 1 2 1 2
دايكلوروإيثان. طبعا بيختلف كل مركب عن الثاني من حيث درجة اللي هي البويلنج بوينت. طبعا هذا البويلنج بوينت اللي تقريبا 57 والبويلنج بوينت الثاني تقريبا 84 أعلى. البويلنج بوينت اللي هي تساوي 87. طبعا كلكم الآن شاطرين في التسمية والأمور بسيطة جدا جدا. تمام، هذا كل ما في جوبتنا للسبستيتيوشن ريأكشن بالنسبة للفاتيك كونفورم. وضحت الفكرة؟ إذا لاحظوا كيف سبستيتيوشن تم برا وتحل محل برا وتخرج، وبالتالي يصبح عندنا مركب، ولكن ليس هناك تغير في الوظائف الكربون. واضح؟ تمام. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي نقطة مهمة، الاستبدال في حلقة البنزين. Substitution reaction in benzene ring. Substitution reaction in benzene ring. تمام. خلينا نشوف كيف Substitution reaction في البنزين. الآن بنزين ring هاي زي ما احنا شايفين. بنزين هذا الشكل. بنزين اول شيء طبعا السبستيتيوشن، طبعا كلكم عارفين البنزين رسمه بشكل اخر حتى يكون اوضح للطلاب. سي C H H H H H H من ثلاث أزواج من الروابط الثلاثة. الآن أنا بدي أعمل substitution يعني replacement ضرة مكان ضرة. الآن ممكن أفعله مع الكلورين، يسموها هالوجينيشن، هالجنة هالوجينيشن أو كلورينيشن in the presence of FeCl3 as a catalyst، في وجود اللي هو فريق كلورايد as a catalyst. طبعا الCl اللي هي Cl Cl طبعا لاحظوا H هنا نعمل ريبليسمنت H ريبليسمنت شيل H حط بدالها كلوريد فيصبح مركبي بهذا الشكل CN. ايش بنسميه يا شباب او يا بنات ايش بنسميه؟ بنسميه كلورو بنزين. كلورو بنزين كلورو بنزين بنسميه كلورو بنزين. تمام. طبعا هذا التفاعل نتج عن طريق اللي هو ايه السبستيتيوشن رياكشن. تمام، هذا هو. طيب الان another substitution another substitution مثلا in the presence of HMR3 طبعا concentrated مركب في وجود H2SO4 concentrated. تمام، بحاول اقسم الحمد لله يجزيك عشان تكون عملية سهلة بالنسبة لكم، تكون عملية سهلة. OH NO2 NO2 مجموعة نيترو، إذا مجموعة النيترو بتحل محل الـ H والـ H بتطلع مع الـ OH بتكون إيش؟ ماء. إذا مجموعة النيترو هي اللي بتدخل تعمل ريبليسمنت. لو اسمك مركبي بهذا الشكل NO2 نيترو بنزين
نيترو بنزين زائد H2 SO4 تمام؟ إذا مجموعة النيترو بتحل محل الـ H3 طبعا هذه التفاعلات اللي هي تفاعلات الكتروفيليك ريأكشن. طيب ممكن أنا H2SO4 أضيف H2SO4 in the presence of SO3 as a catalyst. بحاول إن أنا آخذ من الكم أجزء الحمضي الثالث عشان تكون عملية سهلة OH O S قديش بضل؟ قديش بضل؟ H S O 3 تمام؟ H S O 3 وضحت الفكرة؟ إذا بدخل هذه المجموعة مكان الـ H تمام؟ والـ H بطبع مع الـ OH طب يصبح عندي هذا المركب SO3 H زائد H2 هذا يسموه بنزين حامض السكري يسموه بنزين حامض السكري آخر تفاعل اللي هو بسموه تفاعل فريدريك رافس اللي هو بنضيف حليب الكايل اللي هو CH3 CL in the presence of the L CL3 as a catalyst بنضيف مجموعة الميثايل مكان الاتش والاتش تطلع ويصبح مركبي بهذا الشكل CH3 زائد HCl هذا بسموه ايش؟ ميثايل بنزين او التلوي ميثايل بنزين او تلوي هذه من اشهر تفاعلات البنزين اللي هي بالنسبة للسبستيوشن ريأكشن تمام؟ واضح؟ عيدها كمان مرة؟ كمان مرة حلقة البنزين تتفاعل بالسبستيوشن ريأكشن في لها أكثر من تفاعل عندنا كلورينيشن، عندنا نيتريشن، عندنا سلفونيشن عندنا اللي هي أسايليشن عفوا البريشن وبالتالي بتحدث هنا عملية السبستيوشن لما عملنا الكلورة كلوروبنزين نترته حصلنا على ماذا؟ نيتروبنزين سلفنا حمض بنزين السلفونيك لما عملنا الكلى تمام عن طريق التفاعل يسمى تفاعل فريدريك رافت خرج عندنا مركب اسمه ايش؟ التلوين هناخذ كمان تفاعلين وبيجي اختم المحاضره حتى لا نطيل عليكم مثلا ممكن التلوين يتفاعل مع ثلاث جزيئات من حمض النيتريل ونحصل على مركب هذا المركب اسمه تراي نيترو تلوين تراي نيترو تلوين تمام هاي تلوين زائد ثلاث جزيئات عن اتش ان او 3 in the presence of H2SO4 طبعا لاحظوا هنا ثلاثة OH and O 2 طبعا كلكم عارفين اللوكيشن واحد اثنين ثلاثة لأن هذه بتوجه على الأورثو والبار فيصبح مركبي بهذا الشكل CH3 NO2 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 زائد 3H 3H ايه؟ 2 هذا المركب يسموه T عن T يسموه له أكثر من اسم الكمون ثلاثي أو تراينيتر تولوين أو ممكن نقول 2 4 6 تراينيترو ميثايل بنزين أو تولوين كله صح هذا الـ TNT اللي هي مبدأ ايش؟ المتفجر تمام نقطة أخيرة في اللي هو Substitution Reaction مثلا CH3 CH BR
زائد زائد ام اي او اتش على ماذا نحصل بهذا الشكل؟ فبصير عند المركبة سي اتش اي سي اتش او اتش سي اتش اي زائد ام اي بي ار. لو انت شاطرين بتعرفوا هذه الطريقة ما 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 ماذا يطلق عليها؟ طبعا هنا هريد الكتاب مضبوط؟ هريد الكتاب فعلناه مع ايش؟ قلوي. القلوي في هذه الحالة أعطانا الكحول وأعطانا اللي هو الملح، يعني تعتبر من الطرق اللي ممكن نحن نحضر منها ايش؟ الكحولات أو هذه الألكالي. طبعا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل بإذن الله. تمام؟ إذا أذكركم بهذه التفاعلات، أرجو المذاكرة بحيث إنه ايش؟ كل واحد يستمر في الدراسة. حاول انك تمسك ورقة وقلم، حاول انك تمسك ورقة وقلم وتكتب، لان الكلمة العربية بدها ايش؟ practice exercises. طيب كل سنة وانتم طيبين، وعلى امل اللقاء بكم في محاضرة اخرى باذن الله تعالى، ونستودعكم الله وفي حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.